داخل فندق جميل مطل على البحر يجلس الفنان ناجي نصر من ميناء غزة، والذي يطمح للعودة يوما ما لبلدته الجميلة يافا. هو أحد هؤلاء الفنانين الذين اتخذوا من الفنادق المطلة على البحر مكانا له ليبدع فيه بالرسم عن طريق الحرق، فيجسد العالم العربي والفلسطيني من خلال لوحاته الجميلة. أريج الشواء التقط ناجي نصر لنتابع. بين دقة هذه اللوحات والإبداع في رسم تفاصيلها، يعمل الفنان ناجي نصر من مدينة غزة على نقل القضية الفلسطينية من خلال موهبته في الرسم بالحرق، ويطمح ناجي لإنشاء معرضه الخاص داخل وخارج فلسطين. بديت الرسم في المعاناة اللي احنا كنا فيها، او كنا طالعين بالضبط من حرب 2012 مش 2014. فبديت ارسم في الشهداء اللي استشهدوا، كانوا اكثر من شهيد موجودين، اخذت منهم صور من عائلاتهم ورسمتهم. هذول كانت اول صور رسمتهم في الرسم بالحرق. رسمت ما يقارب في مجال العشر سنين هذول، رسمت ما يقارب 3000 لوحة، في منهم صغيرة بحجم الA4 وفي منهم 3.5 متر، وكله رسم بالحرق. الأدوات اللي أنا بستخدمها طبعاً هو الكاوي، الناس اللي بتفكروا أنه الكاوي بس هو جهاز خاص بالرسم بالنار، جهاز خاص بالرسم بالنار. صح أنه مش موجود في غزة وأنا بجيبه من برا، وبجيبه بعد طلعان روح لمن بيجي. يعني أنا إذا بدي اليوم بيجيني بعد 6 شهور. أنا بشتغل على 3 مجالات، بشتغل اللي هو على أول ما بديت أشتغل على الخشب. سبحان الله عندي ميزة التميز، بحب أن أكون متميز عن الناس، فسبت الخشب واشتغلت على اللي هو على الورق على الكرتون. أكثر حاجة أنا ممكن اللي رسمتها اللي هو صورة ياسر عرفات، عملت له معرض كامل له اسمه عرفات والثورة، كان في 2015. عملت له 72 صورة له من بداية حياته لآخر صورة له الله يرحمه بالطيارة. عملت له قصة كاملة له في المعرض هذا، كان في ذكرى استشهاده 11/11/2015. عملت المسجد الأقصى من جميع اتجاهاته، من فوق من تحت من شمال من يمين، جميع تفاصيله. رسمت المسجد الأقصى ما يقارب 70 صورة، 65 صورة للمسجد الأقصى. رسمت العملة الفلسطينية، رسمت الجنيه الفلسطيني، الطابع البريدي الفلسطيني، شعراء فلسطينيين، محمود درويش، ناجي العلي، هذول اللي أنا كنت أهتم فيهم اللي هي اللي تمثل قضيتي. بطمح للعالمية طبعا، بس مش باسم ناجي، باسم الفلسطيني. حاولت أن أدخل العالمية بأكثر من مجال، حاولت أن أدخل موسوعة جينيس في أكبر لوحة لرسم بالحرق. وفعلا في الدكتور جمال بدوان حاول أن يساعدني، رسام من أوكرانيا حاول أن يساعدني في هيك مجال، وفعلا دفع لي رسوم الاشتراك في موسوعة جينيس، بس للأسف لما عرفوا أنه أنا فلسطيني ومن غزة ارتفض الطلب.